السؤال التالي امتداد لقضية التحكيم، ما ضوابط جواز العمل بالأحكام العرفية ومشروعيتها؟ هل يلزم العلم بأحكام الشريعة؟ ما حجة القائلين بجوازه؟ عشان نختصر ندخل في الموضوع مباشرة، السيد يقول: وقع أن بعض الشباب كان يعمل في مصنع رخام، فسرق أحدهم تليفونا من شخص ووضعه في ثوب شخص آخر. ماشي، سرقه من شخص وضعه في ثوب شخص آخر لعله يقصد بذلك أن يوقعه في فضيحة. فلما كشف الأمر اشتد الخب وكاد أن يحدث ما لا تحمد عقباه، فتدخل الخيرون المصلحون فحكموا على هذا الرجل الذي وضع المسروق في ثوب هذا الضحية المعتدى عليه رقم 2 الشاكي بمبلغ من المال. فما مدى مشروعية هذا الحكم؟ هل له أن يستفيد بهذا المال ويعتبر حلالا؟ وإذا جاز فعلى أي أساس؟ وإذا لا يجوز على أي أساس أيضا؟ ما المستند في هذا وفي ذلك؟ طيب، الجواب أن هذا البائس ارتكب جريمتين، إحداهما جريمة السرقة، أخذ هاتفا من جيب رجل والهاتف ليس مملوكا له. الجريمة الثانية اتهام بريء بها، فهو ارتكب جريمتين، سرق هاتفا ووضعه في جيب بريء أو في حيازة بريء لكي يتهم به ويفتضح على الملأ. والله جل جلاله يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا يذكرني بما روي من قصة طعمة ابن أبيرق الذي سرق درعا لعمه ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم ليتهم بها. فجاء اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ما فعله به طعمة لكي يبرئ نفسه، وجاء قوم طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم. أعرف أعداء القوم للإسلام ومكائدهم وتاريخهم وكذا وكذا، صاحبنا بريء. وهم النبي أن يعذره، ما هو يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فأنزل الله تعالى قوله: آيات كاملة تنزلت للدفاع عن يهودي اتهم ظلما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صاحبنا ارتكب جريمتين: سرقة واتهام بريء بغير حق. طيب، أما بالنسبة لجريمة السرقة، جريمة حدية فيها عقوبة نصية قرآنية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا يصلح الاستعاض عنها ولا المصالحة عليها بالتعزير بالمال، فإن التعزير بالمال إنما يكون في غير جرائم الحدود.
أما جرائم الحدود فقد جعلت لها الشريعة عقوبات محددة ليس لأحد أن يتجاوزها، لا في قليل ولا في كثير. طبعا هذا إذا بلغت السلطان، أما قبل أن تبلغ تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحد السلطان لعن الله الشافع والمشفع. وقد أراد بعض الناس ذلك في زمن النبوة، أراد أن يصالح على جريمة الحدية، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورده عليه. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، خلينا أنا أتكلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فتبديل الحدود، تحويلها إلى غرامات مالية، حكم بغير ما أنزل الله، وافتئات على شرع الله، وتقديم بين يدي الله ورسوله. لكن قد يتصور هذا إذا عطلت الحلول على مستوى الدولة، ما فيش شريعة حاكمة في دولة إسلامية قائمة، ولم يكن من سبيل إلى إقامتها لعدم الشوكة. الحدود مش مجموعة من الناس تعمل إقامة حد، تحتاج إلى سطوة دولة ولا سلطان قضاء متنفذ متمكن. إذا تدخل بعض الوجهاء لإطفاء حريق بمثل هذه الغرامات أو التعويضات يكون لها تأويل آخر: إطفاء الفتنة، دفعها بالميسور حيث عذر إقامة الحدود لإعراض السلطان عنها ورفضه لإقامتها، أو لانعدام السلطان الشرعي بالكلية. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه حيث تعذرت إقامة الحدود لوجود الناس خارج ديار الإسلام مثلا، فإن جميع العقوبات الشرعية تتحول إلى تعازير، لأن هذا هو المقدور، والميسور لا يسقط بالمعسور. أما حيث أمكن إقامة الحدود فلا يجوز العدول عنها بحال من الأحوال، وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الجريمة الأولى. أما الجريمة الثانية، جريمة اتهام بريء، هذه التي تجري فيها التعزير، تعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، يترك تقديرها إلى القضاة والحكام، وهي التي تدخل فيها فيما يظهر المصلحون، وقرروا فيها هذه العقوبة التعزيرية، تعزير بالمال موضع نظر والظاهر جوازه وإن كان خلافا لما عليه الجمهور، لا سيما إذا أخملت به الحرائق وأتلفت به النفوس. والتعويض عن الأضرار مشروع، وقد صدر فيه القرار التالي عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: لا حرج في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
من خلال التقاضي واستنادا للأدلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. وينبغي ألا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة، وأن يستشار أهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظمات الإسلامية المعنية بهذا الأمر في الولايات المتحدة. فهذا هو خلاصة القول في التعليق على هذه القضية، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحملنا جميعا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة.